خلصنا كده جسم التلاجة. الصاج تركب في جسم التلاجة البلاستيك وتحط عازل ما بينهم علشان نحافظ على درجة حرارة التلاجة. ايه بقى نظام ادراج التلاجة والقرفة؟ هتقول لي اكيد نفس المكنة اللي عملت جسم التلاجة. لا يا باشا، ده مش مكان تاني، ده مصنع تاني خالص بس تبع فريش برضه. مصنع البلاستيك ده هو اللي بيعمل كل الاجزاء المرتبطة بالتلاجة زي الدرج والارفف وكده. نستعمل في التلاجة خامة اللي هي الشفاف GBBS، دي الخامة اللي بتستخدم في صناعة الأدراج بتاعة التلاجات أو التبريد عامة. حلو. طب أنا حاسس إن هو بيشفط كأنه المكنة بتشرب كده يعني. دي عمالة تشفط المكنة. الخامات دي بنجيبها هنا، كل مكنة وراها الخامات بتاعتها. الخامة دي بنحطها في البرميل ده، المكنة بتسحب منه، من البرميل ده تطلع الخامة فوق في الأدوس. الأدوس ده بيشيل 200 كيلو، في جنبه مجفف بيجفف الخامة دي عشان فيها نسبة رطوبة. هنا مثلاً الاسطمبة بيبدأ بعد الخامة ما تنصهر جوه السلندر، بتبدأ عملية الحق جوه الاسطمبة. ده شكل الاسطمبة وشكل القالب اللي بيشكل المنتج ده الدرج اللي لسه خارج ده. ده المنتج اللي لسه طالع من بعد ما كان حبيبات وطلع وساح وبدأ كده وصل إن المنتج ده يطلع بالمنظر ده. حلو. كده التلاجة كملت من مجاميعهم، بس هي حالياً كده دولاب عازل للحرارة مش أكتر، ناقصها الكباس وشوية حبشتكنات كده علشان تبقى تلاجة. دايرة التبريد والكباس بيتركبوا في مكانهم، والتلاجة بتتشحن بالفريون وبتمر بمراحل اختبارات لضمان إنها ما بتسربش فريون، وبتفضل تسقع لأطول فترة ممكنة، ودايرة الكهرباء بتتركب وبتمر باختبارات جودة تضمن سلامة التلاجة، وبكده تكون التلاجة جاهزة. بعد كده يبقى التلاجة كلها كده خلصت جاهزة. جاهزة للاستخدام؟ لا، جاهزة للاختبار. إن احنا بنختبر 100% من المنتجات التبريد جوه CBT. لو اكتشفت ان في اي حاجه غلط بترجع بقى الثلاجه دي كانها ما اتعملتش، ترجع تاني في ريبير اريا. يرجع تاني من الاول، لان عشان تكتشف ده لازم صعب يعني. وربطين احنا كل السيستم كامل، يدينا اونلاين على طول ايه الديفكت وايه اللي موجود والريت بتاعنا قد ايه وكده حسب الطلبيه. بس نلاحظ ان ما بقاش في ثلاجات بيضاء. لا، ما هو الترند كله دلوقتي بقى هو اللون ده السيلفر ده. يا اما السيلفر يا اما الاسود. صح. كل ماشي في الابيض بتاع الثلاجه البيضاء دي خلصت، ما عادتش خالص تمام. بعد اختبارات الجوده بيبداوا التتشات الاخيره للثلاجه، ومنها تدخل على التغليف والتوضيب علشان تخرج للعالم. شركه فريش بقالهم سنين شغالين على انهم يقدروا يوصلوا ان كل المنتجات اللي بيستخدموها في المصنع تبقى صناعه مصريه، وقربوا جدا من الهدف ده. ده غير ان اهم استثمار عندهم هو الاستثمار في تدريب موظفينهم على اعلى مستويات. من مصانع فريش للمينا، ومن المينا للعالم كله في الكونتينر. تلاجات وتكييفات رايحين للبلاد الحر، وسخانات ودفايات رايحين للبلاد البرد، ومنتجات تانية كتير رايحين لكل حتة في العالم، وكلها بتخرج من هنا من المينا عندنا في مصر. في آخر 5 سنين بس، كل يوم بيخرج من مصر آلاف الكونتينرات المتحملة ببضاعة من صنع إيدين بتسافر لكل بلاد العالم. نسيبنا بقى من عقدة الخواجة وخلينا في المصري.